يعني زينب احيانا القلق او بيكون جزء من المعاناه، كيف اذا كان بيتحول من الشعور الطبيعي الى اضطرابات تترجم بخوف مفرط ومستمر من المواقف اليوميه اللي بنتعرض لها؟ كثير من الاحيان بتصل الى حاله الخوف او الرعب فينا نقول، فالعوامل المسببه للقلق موجوده على الدوام، لكن ماذا يحصل اذا تحول هالقلق لجزء من حياتنا اليومية؟ كيف فينا نتغلب على هيدا الحالة؟ هذا الشيء كله رح نعرفه من ضيفتنا الدكتورة رولا الصيداوي، اختصاصية بعلم النفس. صباح الخير. صباح الخير. أهلا وسهلا دكتورة. سعد صباحك وأهلا وسهلا فيكي. يعني عم نحكي عن موضوع القلق الشائع جدا عند بعض الأشخاص، ممكن يتحول لحالة غير طبيعية. نحن اليوم بدنا نحكي لما يتحول القلق اللي هو شعور طبيعي ممكن من موقف معين لحالة غير طبيعية. تمام. هلا بداية، هو القلق نحن بنقول تضافر عناصر إدراكية جسدية سلوكية نتيجة إنه أحداث أخبار ظروف واقعة على الشخص تترك أثر سلبي بالتصرفات بالحركات بالنشاط اليومي. القلق وقت يكون بحده الطبيعي هو محفز للنشاط للعطاء، لكن بحده الطبيعي يعني أي إنسان بيقلق قبل الامتحان قبل مقابلة رسمية هذا أمر طبيعي، لكن الزايد عن الحد هون بألفتنا بمنحة تاني هو المشاكل النفسية الاضطرابات النفسية وينتج عنها اضطرابات سلوكية أيضا. يعني دكتورة مثل ما حكينا بالبداية القلق هو بشكل طبيعي بيكون، ولكن أحيانا بيوصل لمرحلة زايدة، فمؤشرات على وجود اضطراب بالقلق، يعني كمان القلق فيه اضطراب، أنت نحن بنعرف أو شو المؤشرات اللي بنعرف فيها أنه نحن وصلنا لمرحلة ما أنا طبيعية؟ تمام. لما بنلاحظ الشخص انه صار عنده نشاطه اليومي تغير، تواصله مع محيطه تغير، اداؤه بالعمل تغير، هذا دليل انه في خلل معين بجسمه، خلل معين بنفسيته، خلل معين بادائه بتفكيره ايضا، انه هو بياثر كمان، بصير عنده سهر، بصير عنده توتر، السهر بياثر على التفكير، على الذهن، بياثر على الصحه، بتلاقي الصبح فايق عنده خمول، ما عنده النشاط العادي. وعلى فكره يعني هو الشخص ما بنقول انه بس الاطفال اللي عنده النشاط، لا، حتى الشباب عندهم طاقه نشاط عاليه، فلما بيسهروا نتيجه القلق بيأثر ثاني يوم سلبا، وهي بتروح مو يوم واحد، بعد القلق اللي بيجي ممكن يوم ويومين ثلاثة، هذا إذا أمر طبيعي. لكن في الأمر الغير طبيعي الأصعب منه، أنه صار عندهم مشكلة نفسية عالية، مشكلة الاكتئاب، صار عندهم انطواء، صار عندهم بعد عن محيطهم الاجتماعي، إضافة للتصرفات السلوكية الغير محمودة، نحن بنقول تصرفات عصبية، توتر، ممكن بيكون بالطريق بين أي كلمة فورا بيصير في مشاجرة مع الناس، هذا أمر نحن ما بنحبزه أبدا، ونتيجة القلق بيجوا. نعم. طب خلينا نحكي اليوم يمكن السؤال الأهم اللي دائما الكل بيسألوا، كيف فينا نحول القلق لطاقة إيجابية أو نتخلص على القليلة من آثاره السلبية على النفسية والجسم كمان، لأنه كمان بينتقل على الجسم، بصير في وهم، في بصير في هيك شد بالأعصاب. هلا نحوله لطاقة إيجابية، هو القلق بحد ذاته بدنا نخففه تماما. كيف بدنا نقدر نحن أنه نتخل أو نخفف منه؟ لأنه بوضعنا الحالي وبالظروف وبشكل عام ما فينا يعني أنه نقول نكون واقعيين، ما فينا نحن نتخلص من القلق، لكن أنا بتحكم بهذا الأمر. يعني نحن بنعطي مثال، أنا مثلا على فرض إنسان أنه أنا فورا بعصب أوام وبشكل طبعا مو هيك أنا، لكن على فرض، فنحن شو بنقول إذا من أي كلمة أنا برمج ذهني أنه أنا أي كلمة اللي انا مستعد فورا لما بروح لشغلي، مستعد انه فورا اي واحد بيقول لي كلمه انا بكون بالمقابل بعصبيه برد، انا مبرمج عقلي سابقا انه انا انسان انفعالي، انسان فورا بضجر اوام. لما ببرمج ذهني وبرمج عقلي انه انا فعلا بدي اتغلب على القلق، هلا في عوامل بتساعد، التربيه بتساعد، المحيط بيساعد، نحن نقوي ارادتنا بيساعد، الطعام، الاغذيه، نخفف من يعني الكافيين يعني قدر الامكان، هذا كله بيساعدنا. اما انا بقول بده يجي طاقه هيك يعني معجزه الهيه تخلصني من القلق لوحده، ما بيمشي الحال، بده جهود، بدها مجهود وبدها محيط يساعد ايضا. نعم تماما. دكتوره مثل ما بنعرف نحن الوضع والظروف الاقتصاديه المحيطه فينا عم تسبب قلق للكل. صحيح. يعني ما حدا هو
بعيد عن هذا الموضوع، ما حدا عايش بالبرج العاجي وانه خالي تماما من اي نوع من القلق، ولكن كيف فينا نحن نضبط نفسنا؟ حكيت حضرتك انه بمواقف الحياه، كيف فينا ايضا نضبط نحن نفسنا؟ كيف فينا نعود نفسنا على انه القلق ممكن يعملنا امراض جسديه؟ يعني احيانا القلق ممكن يسوي ارق، عدم نوم، ممكن يعمل كثير قصص، ممكن يخفف مناعه الجسم بالكورونا. تماما، يعني ذكرتي نقطه مهمه جدا، انه مو احيانا، غالبا واكثر الاحيان وعلى الاغلب انه بيعمل مشاكل بالسلوك، مشاكل بتاثر على صحتنا. يعني اول شيء الارق نتيجه عنه ذكرنا من قليل انه بيعمل عنا انه سهر دائم، هذا السهر بصير ثاني يوم ما عنده الطاقه، ما عنده رغبه اصلا بالعمل، ما عنده رغبه بالتواصل. تماماً. نتيجة القلق الدائم من الأمر، يعني نحن ما حلينا الأزمة، نحن فاقمنا الأزمة أكثر. يعني نحن، أنا لما بضل الآن بدي أنطر مثل ما قلنا أنه شيء خاص، شيء معجزة تيجي تخلصني، ما بيمشي الحال. أنا بدي ساعد نفسي، هلأ في رياضة، في المشي اليومي كتير مفيد، أنا ممكن موسيقى معينة بحب أسمعها، بتواصل مع صديقاتي، مع أصدقائي، مع محيطي، لا مانع لو رحت على الطبيعة، هي بتعمل لي طاقة إيجابية ضرورية بتخفف لي من أمور القلق. كمان في نقطة مشكلة وقعنا فيها، طيب أنا كيف بدي أعالجها؟ أحسن ما ضل خايفة ومتوترة وصار عندي مشكلة وصار عندي فوق القلق اللي عايشته وبهالظروف الصعبة صار عندي تكاليف خاصة لأنه بدي أدفع أدوية، فأنا هون ليش ما حتى أخفف من هذا الأمر وما أخلي نفسي أروح لهذا المجال؟ إضافة له أنها نفسيتي بتتدمر شيئا فشيء، فأنا هون بدي أعالج نفسي بنفسي هلا قدر المستطاع. في عنا على النت كثير في شيء بنقدر نستفيد منه، محاضرات، دورات، أي نحن شيء بنحبه، أنا بقول رياضة، مشي، موسيقى، أي نشاط أنا بشعر أنه أنا بيعمل لي طاقة إيجابية، هذا بيخفف لي من القلق. بفكر بالمشكلة بتنحل كيف بتنحل، أما بدي ضل عايشة بهذا محيط ودائرة القلق، أنا معناتها عم دمر نفسي أولا، وثانيا عم دمر أولادي إذا أنا كأم، أو عم دمر عائلتي، أو عم سبب أذى لوالدي إذا أنا عايشة معهم، هذا كله إحنا بغنى عنه. إضافة لأنه أصدقائي كمان عندهم هموم، فما لهم مضطرين يتحملوا هذا الأمر يعني. نعم، طب خلينا نحكي شوي، هل في قلق مؤقت وقلق دائم؟ وخبرينا مثلا اذا كان في سبب معين للقلق المؤقت، لانه نحن بنعرف هلا عم نعيش بظروف مثلا اقتصاديه صعبه، في قلق دائم عند العيال او العائلات السوريه بتامين احتياجاتهم او يعني انه يخلصوا هالفتره على خير، فخبرينا كمان كيف بيتعايشوا اليوم مع هذا الموضوع حتى يستفيدوا كمان منه. هلا القلق المؤقت والدائم موجود، المؤقت وقت يكون نحن مثل ما قلنا نتيجه عندي امتحان، مقابله، مهمه عمل بدي اقوم فيها، عندي سفره بدي انجزها، محاضره، اي شيء، انه هذا قلق مؤقت. هلا انا بارادتي ممكن اقوي نفسي ما خليه يستمر لدائم هذا القلق، يعني احيانا دوما احنا بنشوف الاطفال الصغار بس يروحوا على الامتحان او يشوفوا الطبيب او بدهم يعطيهم مثلا ابره فورا بيصير عندهم لا شعوريا وجع معده، خوف، رشفه، زياده نبضات القلب، حتى الكبار يعني في اثار سلبيه، احيانا ضيق بالتنفس، هذا كله نتيجه القلق اذا كان متطور الوضع. فهون هذا قلق مؤقت، نحن قلنا نتيجه ظرف، بزوال الظرف بيروح القلق. هلا الدائم، ايه في عندنا مشكلات دائمه، احيانا بعض الامهات او بعض الاسر عندها ابن مريض، تأمين الاحتياجات، هلا هو هذا دائم، لكن انا نفس الشيء فوق الدائم ليش لحتى اعيش على المهدئات واعيش على الادويه المسكنه واعيش حياتي غير طبيعيه؟ يعني هو الوضع موجود بس انا صح. بدي اعالج نفسي، يعني بدي اخفف، نحن ما راح نقول انه راح بس بنخفف من هذا الامر. في عندنا كمان الان تدوير الامور، يعني نحن بالحياه المعيشيه الان نحن ضروري لازم نامنه، يعني عندنا مصاريف اكيد، لكن هذا الامر ضروري انا اكون متحكمه بتربيه اولادي حتى اقدر ما يصير عندهم القلق الزايد وما يصير عندهم كمان هذا الهلع من المستقبل، يعني هن حقهم حياتهم طبيعيه بدهم يعيشوها. يمكن القلق معدي مثل اي شيء ثاني، وخاصه اذا في حاله توتر عامه بالبيت. هلا البيت هو المركز، خلينا نقول الامن او النقطه الامنه، اللي هو بيرجع للزوج من العمل، الزوجه من ايضا احيانا اذا كانت عامله، والاولاد من المدرسه. كيف فينا ايضا نحن، هي نقطه كثير مهمه، الاولاد هيك كيف فينا نحن ما نورجيهم الضغوطات، لانه احيانا الاطفال بس ربيوا على شيء تطور عندهم وصارت مشكله كثير كبيره، الكبير بيسيطر على حاله، الطفل ما بيقدر يسيطر على حاله.
الطفل هلا بالاسره نحن لازم نحط عامل الامان قدر الامكان، حتى الازمه اللي مرينا فيها وان شاء الله ما بتنعاد والحمد لله، الحمد لله يعني انتصرنا فيها قدر الامكان، مع انه نحن كنا بقلب الظروف الصعبه ونسمع الاصوات ونسمع القذائف، لكن نحن نحاول نخفف، ما نخليه انه يعيشوا انه هنا عايشين بالبيت بوضع ماساوي. اول شيء المشاكل اذا في مشكله بين الزوج والزوجه قدر الامكان علاجها مو امام الاولاد. الام هي دورها يعني، وانا بقول مجرد ما حملت مسؤوليه هي انه اجاها اول طفل صار هي مسؤوليه كامله، عندها مسؤوليات بدها تقوم فيها، ومن مسؤولياتها تحط الطمانينه بنفوس ابنائها لو هي عايشه حاله القلق، لكن ابنها ما له ذنب وما بيعرف. مع بالمقابل كمان نحاولهم بالنسبه للظروف المعيشيه المصروف ان يكون هن بحكمه يصرفوا كمان، هذا لا مانع نعلم اولادنا، لانه هلا الوضع صعب، يعني ممكن قد طفل متعود يوميا يصرف مثلا مبلغ معين، بالازمه هلا لا بده يتغير الامر، فانا بدي ادرب اولادي، بس مو بدي ادربهم نتيجه حرمان، نتيجه انه الظرف هذا على كل مو بس على بلدنا، على عده بلدان يعني، فهذا الامر بصير عندهم هن حكمه بالتعامل، شوفي الطفل مثل ما بتربيه بتعلم، مثل ما بتعوديه بتعلم، لو شايف من زملائه شيء فهو بيتعلم، فنحن هاي بدنا نتحكم فيها، وانا باكد على دور الام لانه هي الاساس بالبيت، طبعا ما بننكر وجود الاب له دور عظيم، لكن الام لانه بتقعد مع اولادها وقت اطول صحيح. بيتقربوا الها اكثر من الاب. نعم، نصائح سريعه بتعطيها لكل اللي عم يتابعنا، حتى اللي عنده شعور بالقلق من ناحيه ما، كيف يتعامل معه وهيك يخفف منه؟ صباحا اي نشاط هو اول ما يفيق بيشعر انه هو بيعمل له راحه نفسيه فورا يقوم فيه، فنجان قهوه، يمشي، يروح على الملعب، يعني هي كل الامور متوفره يعني موجوده، يسمع ممكن موسيقى معينه، يتواصل مع صديقه مثلا، ممكن انا مع صديقتي بتعمل لي هي الطاقه الايجابيه، مع اهلي، مع اولادي، اي نشاط بيشعر فعلا بيعمل له طاقه ايجابيه لو موجود الامر، بس بيعمل جهده، يعني انا عندي امتحان مثال، بدرس منيح لكن بتوكل على الله، خلص عملت واجبي، طبعا مو بقص بقول انا قلقانة، لا، هاي الامور بتعمل، المشي، الرياضه، الاغذيه، الاوميجا اللي احنا قلنا ذكرناها قبل قليل، الاغذيه المفيده، الفيتامينات، وموجوده بالخصوصي الان الخضار ما شاء الله يعني الموسميه هي غنيه بالفيتامينات تماما، هذا امر ضروري، ونحن بنحافظ يعني قدر الامكان نتحكم، يعني هي بدنا نقوي ارادتنا، يعني اذا بدنا نخلي اي مشكله بتواجهنا تسيطر علينا معناتها حياتنا بدنا نعيش هاي الحياه مدمرين، مدمرين نفسيا وما لنا رغبه بالحياه، واليوم اللي بمر نحن عنا نعمه كبيره، كل يوم بمر علينا نعمه من الله، صحيح. فليش ما استثمره بشيء مفيد؟ اكيد تماما. شكرا لك دكتورة رولا على المعلومات اللي قدمتي لنا اياها، ان شاء الله يا رب هيك قدرنا نوصل الرسالة للكل، ان شاء الله القلق ما حدا بيصيبه وبيختفي من كل العالم. شكرا لك. شكرا لكم. شكرا لوجودك معنا، واكيد يعني ان شاء الله بالحلقات القادمه بنحكي اكثر عن مواضيع نفسيه عم تصيب هلا بهي الحاله المشاهدين، وشو علاجها وطريقه التعامل معها. شكرا لوجودك معنا.